انا عجبني الاهلي اول امبارح. ما كنت لسه هخش لك بقى على الاهلي. لا الاهلي عجبني ان الكابتن خطيب قال لك هلعب بالناشئين. مدير فني وافق ما وافقش ماليش فيه، ودي كانت المفروض تحصل من شهرين. كنت لسه اقول لك حالا، هي اتاخرت ولا لا؟ طبعا تأخرت. طبعا آه. كنت هتخسر ايه؟ بس خلاص القرار جه. لا ما هو وقتها مع... لا عايز اناقشك. موسيماني ما كانش هيوافق؟ لا وقتها لو لعب بالشباب وانت بتشارك بقى حصل في نهائيات دوري ابطال افريقيا، نهائي الكاس، مباريات حاسمه في الدوري ولعبت بالشباب وخسرت، هيقول لك لا انت عندك عمرو السوليه وحمدي فتحي والشناوي وعلي معلول بره. انت ما فهمتش كلامك يا كريم. اتفضل. انت فكرك انا بقول لهم دخلهم مره واحده ورا بعض زي دلوقتي؟ انا برضو العيلين دول زياد واحمد سيد غريب مش وحشين. بس يكملوا لي خمس ست ماتشات كده. صح احنا بنقول ان هم بذره كويسه. كويس. مبشرين. لا انا ما كنتش هدفع بكل دول مره واحده. بس كنت هلاعب الولد محمد اشرف ده ماتشات معينه وعلي معلول يريح. صح. كنت هلاعب الولد الفيرود دوت احمد سيد غريب. زياد طارق. ده ابوه كان فيرود بس مش بمهاره الولد ده، يعني الولد ده تفوق على ابوه سيد غريب لان لعب في الاهلي شويه. طب ايه مميزات احمد سيد غريب لما اتفرجت على المباراه دي شفت فيه ايه؟ نفس ستايل احمد ياسر ريان اللي هو، بس طبعا احمد اكبر واقوى شويه، نفس التحركات. اللعيبه دي انا عارفها من الناشئين اصلي. اللي هو مرمي في ال 18 بيجيب اجوان على طول، الهداف انت فاهم، فهو حافظ حتى الكره اللي بالهيدرز ده راكنها وعارف هي رايحه فين، يعني اصل الكره جايه من بعيد قوي عشان تظبط عشان كان دماغك وتحطها في الحته ده يا كابتن كريم مش سهله، فده واخد على الحته دي، فدي مميزاته انه بيعرف يجيب جون وبيتحرك كتير ولسه صغير زي احمد ياسر رايان كده. يا رب يكمل.